هلا ومرحبا. انت اليوم طالبين بتعديل الماده 57. اي شنو السبب؟ السبب ما اشوف اولاد ابني، ذولا هم احفادي. نعم. اي صارت ايش قد ما شايفتهم؟ بس على المشاهده، المشاهده مال بالمحكمه. زين. هي 6 ساعات، تروح ساعة هيك الروحة وساعة هيك، مجرد 4 ساعات. 4 ساعات أنا شو استفاد منهم؟ طالب مادة 57 بأن يباتون عندنا، يجون عندنا من الصبح لليل، حتى هو جدهم ما يقبل يعطينا إياهم ونشوفهم، يعني مجرد هاي الساعات. وملقبينهم بأن لا يحبون ببيت، لا يحبون أبو، طبعا هذا أبوهم هذا. سببت مشاكل. ها والقانون اللي هو شجعهن على الطلاقات، بأن يعطوهن نفقة، بأن يعطوهن فلوس، وساعدنا بال6000 كل شهر طليقات. ليش هذا القانون هيك يشجعهن؟ ليش؟ ويحقدون على ابوهم، يريد الاب هو المن الشارع يعيد غير ينعاد الابو. خلاص يعني ما حاولتوا تلتقون ويا الام، يعني تحجون وياها بشكل سلمي؟ ماكو تكون مناصفه بينكم؟ ماكو، مجرد يقولون بس مالت المحكمه المشاهده، بعد ما تشوفونهم ازيد. رحنا ردنا خلوهم يجون يباتون عندنا، اطفالنا اولادنا ابوهم اللي يربيهم مرجعه. المن هو مو لابوه، احنا شنعرف هسه شنو تربيتهم؟ هذول هم شنعرفهم؟ يشربون، يكبسلون، يداومون، حتى دوام اذا رحنا سالنا عليهم المحكمه ما تقبل، تخبر علينا تشتكي على الاب لازم ينسجن، يعني احنا ما إنا مقيدين كل شيء. تعطيهم نعطيهم نفقه 500، يقولون لهم لا ما ابوكم ما يدفع، احنا اللي ندفع لكم. لعد احنا ليش نعطي 500 مجرد على 4 ساعات نشوفهم بالشهر؟ شنو؟ ليش شنو 500؟ ليش ما القانون يسوي اذا عند امه هي اللي تدفع النفقه له، واذا عند ابوه اي ابوه يدفع له النفقه، هم ياخذون 500 واحنا ما شايفينهم. نعم. زين تطالبون بزياده ساعات المشاهده؟ تعديل، ريتهم يجون يباتون ابوهم يربيهم، مو هم مربينهم تربيه الشوارع، يجون يغلطون على ابوهم، يجسرون على ابوهم محقته، ها جميع المطلقات لعنه الله عليهم.